وضع اقتحام الكونغرس من قبل أنصار ترامب الحزب الجمهوري الذي يحاول تلمس طريقه في حالة الفوضى التي يعيشها أمام معضلة حقيقية وسيناريوهات ثلاث قد تشكل اتجاهه في المستقبل. أولها، سيكون من الضروري وضع آليات لا تسمح لترامب بالعودة إلى قيادة الحزب. أما الاتجاه الثاني هو أن يعتبر الحزب الجمهوري ترامب إحدى أوراق الحزب الرابحة، فلا ينبغي التخلي عنه. في حين يتجه السيناريو الثالث إلى أن ترامب يسيطر على الحزب الجمهوري وأن أي محاولة للتخلص منه لم تعد تجدي نفعا بحسب ما أكدته صحيفة نيويورك تايمز. وبحسب المقال فإن الأيام العشر المقبلة ستكون مهمة مع الحديث عن الخيارات التي قد تواجه ترامب، فإما المساءلة والعزل مباشرة من قبل الكونغرس والتي يؤيدها العديد من الجمهوريين والتي ستكون سريعة لأنه سيتم التصويت سريعا على لائحة الاتهام. أما الخيار الثاني المطروح هو تفعيل التعديل الدستوري 25 والذي يقضي بعزل الرئيس من قبل نائبه والذي يبدو أن عددا من الجمهوريين يفضلونه. أما الخيار الثالث فهو استقالة ترامب طوعا على أن يكمل بنس مدته الدستورية حتى 20 يناير، يقوم خلالها بمنح ترامب عفوا عاما، إلا أن ترامب لن يقبل بذلك بعد التوتر الشديد بينه وبين بنس. وأوضحت نيويورك تايمز أن المكان الذي سيقرر المانحون الجمهوريون الرئيسيون الاستثمار فيه في الأشهر المقبلة سيقدم فكرة رئيسية حول مكانة الحزب الجمهوري أثناء بحثه عن هوية له كحزب أقلية في واشنطن.